مشاهدينا، ينضم إلينا الدكتور حسن القسوم، مستشار في الهلال الأحمر القطري. أهلا بك دكتور في هذه النافذة من الداخل السوري. حدثنا عن المساعدات القطرية التي دخلت إلى الشمال غرب سوريا بعد أن تم فتح جسر جوي بين دولة قطر ودولة تركيا لتأمين مساعدات غذائية وطبية وغير غذائية. نقوم اليوم بإدخال شحنة من المساعدة الدوائية تتضمن أدوية ومستهلكات لتقدم هذه الأدوية والمستهلكات للفريق الطبي الذي تم إدخاله البارحة لإجراء عمليات جراحية نوعية. نعم، يعني هل يعني ما هو هذا الفريق الذي دخل؟ كنت قبل قليل أتحدث عن بعض العاملين في المنظمات الإنسانية، هناك وضع طبي مأساوي يتحدثون. ما هي طبيعة العمليات التي ستقومون فيها بالداخل؟ ستجرى عمليات جراحية نوعية للمتضررين من الزلزال فيما يتعلق بالردود وخاصة هرس الأطراف الأرجل والأيدي. ستجرى عمليات جراحية للأرجل والأيدي تجميلية، وستجرى عمليات جراحية وعائية وجراحة عصبية. هذه العمليات النوعية سيقوم بها استشاريين متخصصين في هذه المجالات. كم عدد الفريق؟ كم يغطي؟ كم عدد المتوقع من حاليا المصابر؟ تم إدخال 12 طبيب وسيتم إدخال 14 طبيب آخر في اليومين القادمين إن شاء الله. هؤلاء الاستشاريين سيقومون بإجراء عملية جراحية نوعية في 3 مشافي في شمال غربي سوريا. يعني العمليات ستتم داخل هذه المشافي طبعاً. لم يتم إدخال معدات أو أجهزة جديدة حاليا. تم البدء البارحة بإجراء أول عمليات، حيث تم إجراء 4 عمليات ويقومون حاليا بإجراء عمليات بالاعتماد على المستهلكات والأدوات المتاحة. وبعد أن ندخل هذه الشحنة ستساعد هذه الشحنة كثيرا في إجراء عملياتهم النوعية. يعني بعض المشافي تضررت، هل هناك ترميم للأجهزة خصوصا التصوير الطبق المحوري مثلا؟ أعتقد أن هناك جهاز أو جهازين في مناطق شمال غرب سوريا. طبعا سيتم تزويد المشافي بمعدات طبية وغير طبية إن شاء الله، تساعد أطباء على إجراءاتهم التشخيصية والعلاجية. يعني هناك بعض العاملين في المنظمات الإنسانية اقترحوا إنشاء مشافي ميدانية للتعامل مع هذه الحالات بشكل سريع، وخصوصا بعد إغلاق المعبر أمام الحالات الطبية التي تدخل. هل لديكم خطة في إنشاء مشافي ميدانية أو مراكز طبية سريعة يعني في المرحلة في الوقت الحالي؟ لا، وإنما سنعتمد على المشافي الأساسية الموجودة في المناطق. حاليا الخطة ستكون في 3 مشافي، وممكن أن يتوسع إلى أكثر من ذلك. يعني فقط الآن المساعدات التي جاءت من دولة قطر هي مقتصرة على الجانب الطبي أم هناك يعني أنواع طبعا أخرى؟ يوجد مساعدات غذائية ومساعدات غير غذائية يتم إدخالها حاليا إلى الشمال السوري. يعني البعض يقول أن المساعدات تأخرت قليلا، هل كان هناك أسباب لتأخر وصول المساعدات؟ والله ما أتوقع. نحن منذ بداية الكارثة أمير دولة قطر أصدر أمر بفتح جسر جوي إلى تركيا، ومشت الأمور بسلام الحمد لله رب العالمين. لكن وضع الطرقات داخل تركيا وإغلاق المعابر لفترة قصيرة هو الذي أخر دخول هذه الشحنات. المناطق التي تستهدفونها، لأن نحن في معبر باب الهوى وهناك معبر باب السلامة، من أين تدخل المساعدات؟ فقط من هذا المعبر أم هناك معابر أخرى يتم إدخال المساعدات؟ تم إدخال المساعدات من معبرين، هو معبر الحمام في غصن الزيتون ومعبر باب الهوى. يعني الخطة المستقبلية للتعامل مع هذه الأزمة بشكل طارئ، كيف يعني ما هي يعني ماذا تبحثون عندما يتم مناقشة هذا الموضوع؟ حاليا نحن مثل ما خبرتك انه بنا سنقدم المساعدة الطبية للمتضررين، ولاحقا سنزود المشافي بأجهزة طبية ومعدات طبية. وحسب تقييم الاحتياجات في الفترة اللاحقة، فترة ما بعد الزلزال، حسب تقييم الاحتياجات سنستجيب إن شاء الله. يعني الآن اليوم دخلت قافلة ذكرت قبل قليل، وهناك قوافل أخرى تستعد للدخول، كم هو حجم هذه القوافل وأين هي الآن؟ حاليا يوجد 3 شحنات حاليا على معبر باب الهوى، سيتم إدخالها قريبا خلال الساعات القادمة إن شاء الله.
هذه الشاحنات تتضمن مساعدات طبية، تتضمن أدوية ومستهلكات للعمليات الجراحية التي ذكرناها سابقا، بالإضافة إلى شحنة من إذا ثلاث شحنات من المواد الغذائية وغير الغذائية. يعني المنظمات الشريكة، أو هل لديكم منظمات شريكة في الداخل السوري تقوم أم تقومون بتوزيع وتنفيذ كل الأعمال التي تقومون بها بأنفسكم؟ حاليا نقوم بالأعمال بأنفسنا بالتعاون مع قطر الخيرية، حيث أن هذه الشحنات هي مقدمة من دولة قطر إلى قطر الخيرية والهلال الأحمر قطر العاملين في شمال سوريا. آلية التنسيق في الداخل السوري، كيف تنسقون مع السلطات المحلية؟ ما هي الآلية التي تعمل؟ التنسيق يتم يوميا مع السلطات المحلية بحيث يحددون لنا ما هي المواقع التي أكثر حاجة وأكثر إلحاحا لتقديم المساعدات، ونتوجه إليها ونقدم لها المساعدات. من ناحية الطبية أنا أذكر لك أنه يوجد تنسيق عالي مع مديرية صحة إدلب لتقديم المساعدات في منطقة إدلب. يعني كيف شاهدتم الوضع الطبي، الأماكن التي تضررت، النقاط الطبية؟ هناك استنزاف كبير لموارد ومدخرات المشافي، حيث تم استهلاك أكثر المستهلكات والأدوية التي كانت بحوزتهم، وسنقوم إن شاء الله بترميم هذه المستهلكات أو جزء منها. هل قمتم بدراسة يعني المشافي، ما هي الاحتياجات؟ هل يعني أصبح لديكم معلومات كافية عن الاحتياجات التي تتطلب هذه المنطقة؟ في الوقت الحالي تم إجراء تقييم احتياجات للمشافي من الأجهزة الطبية، وسيتم تقديم هذه الأجهزة في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله، لكن من ناحية الأدوية والمستهلكات يتم العمل على ذلك. يعني الآن التعاطي مع هذه الأزمة، يعني كيف تقيم الوضع؟ هل نسبة الاستجابة أصبحت، يعني كم تقدر نسبة الاستجابة من الناحية الطبية طبعا؟ أذكر لك من الناحية الطبية تم إجراء العمليات الجراحية الإسعافية. يعني أنا أقصد إنه حجم الاحتياجات التي حصلت، هل يعني نستطيع القول أن 30% من الاحتياجات الطبية تم تغطيتها؟ ممكن أقول لك لحد 40% تم تغطية الاحتياجات في المشافي إن شاء الله. طبيعة الإصابات، كونك طبيب يعني كيف تقيم الإصابات؟ هناك مستوى الخطورة، هناك إصابات خفيفة، كيف الإصابات؟ هي إصابات الهرس للأطراف الأيدي والأقدام ومتلازمة الحجرات التي تحدث في العضلات، وإصابات عصبية وإصابات وعائية هي الأخطر. تم إدخال استشاريين ومختصين في هذه المجالات لإجراء عمليات جراحية نوعية لتخفيف معاناة المتضررين صحيا. نعم، يعني هناك بعض المساعدات التي دخلت الآن، يعني أعتقد أن قوافل جديدة ستدخل خلال المرحلة، يعني كم ستبقون في هذه المنطقة؟ ما هي الخطة لديكم؟ الخطة الحالية هي الوفد الطبي الاستشاريين المختصين سيبقون في سوريا مدة 15 يوم لإجراء عمليات جراحية نوعية، ويمكن أن يستمر أكثر من 15 يوم في حال وجود حاجة لذلك. يعني الكوادر الطبية الموجودة في الداخل السوري أعتقد أنها هي كانت قليلا أو نسبيا قليلة، فهل لديكم خطة لتدريب كوادر جديدة للتعامل؟ وهذا الأمر هو طارئ الحقيقة على المنطقة، فأعتقد أن هناك بعض الصعوبة في التعامل مع هذه، فهل يوجد خطة لتدريب كوادر جديدة؟ من الممكن في هؤلاء الاستشاريين المتخصصين في مجالات عدة الذين دخلوا في البارحة، من الممكن أن يكون لهم خطة لتدريب الأطباء الموجودين في الداخل على التعامل مع هكذا حالات في الفترة القادمة. يعني هل لديكم نية بزيادة عدد الطاقم الطبي الذي يدخل وفق الاحتياجات التي عاينتوها في الداخل؟ حاليا تقصد من الاستشاريين أو الفريق الطبي الذي أدخلتمه، هل لديكم خطة في زيادة العدد حتى يتم تغطية المنطقة بشكل كامل؟ حاليا لا يوجد خطة، فقط يعني مقتصر على هذا الفريق الذي دخل حاليا. ممكن حسب تقييم احتياجات في الفترة اللاحقة بالتنسيق مع مديرية الصحة من الممكن أن نغطي احتياجات أخرى من الكوادر الطبية أو من الموارد المخصصة للمشافي.